Hey, it's Ramadan again. Hey, and tonight I've got inside my crib. Marhaba, Asi, bring the sambusas in. Be generous, you can bring. هاي با اليوم هو اليوم الثاني عاود رجعت لكم الكوزينه مهما كملت لكمش باسكو تو سامبلومون فطرنا غسلت المواعن ومن بعد ما درتش حاجه واحده اخرى سينو دوكا اش راني ندير بلاباط اللي درتها البارح اش راح ندير بها دوكا اللي سوفلي دوك قعدت لي بزاف لاباط باسكو فطرنا من المكونات راح ندير بها سوفلي هنا عندي البصل عندي اللحم لحم مفروم كما يقولوا ندخل ام وليد عندنا السلق انا لازمت لي ندير ماما ما لقيتيش صوص تاع طماطم بس كنا ما نحبهاش بيضة فوالا سيرو ثلاث ما تبعدوش بزاف باسكو راح ندير تحلية بزاف بنينة بالقاطو دونك عندنا قاطو كيما هذا مقالوش وتخلص لاداف ديالو نسيناه كامل دونك قلت بوكوا با ما نديرش بيه تحلية وي هنا عندنا شجرة بدات تصفر من الفوق مهم با لو طون اللي تقعد لافارس تاعي تبرد شويه راح نجي ندير الديسير الوغ بالنسبه للديسير حنا نحكم ورق كيما هو ورق لي ساشي كيما هادو استنى غادي شويه من الاولى دونك نحكم هنا هكذا نحط فيها الكاطو واحد صغير ون ندقدقو اليوم ندقدقو اليوم راحت عليه وتحكموا الخراص واعطيوه ماما دقدقني انا بالخراص دونك نجو هنا خير ننتقلوا الى الكريمه اللي راح نديروا بها هذا الكاطو عندنا هنايا نصف لتر حليب نديروا له 3 ملاعق نشا عندكم زوج ملاعق تاع السكر نخلطو وهادو ما نحطوهم فوق النار هي واش قالت بقى الوصفة هاد الوصفة ما جبتهاش من عندي يا جماعة الخير ما نشفح لأسيبوا مي اللي جابت من عندها الوصفة نسيت اسم القناة تاعها قالت انه تقعدوا تحرقوا حتى ال حتى ال 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 يغلي يغلي ويحكم يولي كل كريمه ما يوليش سائل دونك فوالا كيفاش ولات ولات كل كريمه هكذا وهي كيما هكذا سخونه نحكم فلون تاع ياور تاع الفلون
وصابونا وثاني تنحكم الياورت عفنا واحد اخرى نديرو. هي قالت تحبوا ديروا البنان ديروا باسكو البنان يبنن مع الفلان ونخلطوا ديري وحده اه صاي ماما ايه جاتو بشوكولا ايه قال ماما عندكش الميكسر شي ولي اورطو ما تعرفيش دارك هز ماما ما عندك ما عندنا ميكسر ولا لا استغفر الله ماما فضحتيني على المباشر قسما بالله اه صاي صاي ماما هاريك غير ما كلا هي على البنان وبيتكابل 24 سنة عايشة معايا ما عندي ميكسر ولا لا اه ما 24 سنة بتحسبيهاش ملي زدت احسبيها قولي 10 سنين 10 سنين وين بديت زعما شوية هكا نولي نعرف نحكموا الفان يلا اه ماما عندنا كريمة الكراميل شفتها الصوص عطيني شوية نديرو يامي يامي راح ندير شويه صوص دو كاراميل يا اذا راح ناخذ الطبقه الاولى بانا ما كفتنيش باسكو لي دارت الوصفه دارتهم في كيسان صغار ديكو انا درت سنين و ما درتش حسابي فلذلك واش قررت لي نفس الكذب خدي كاسينو يا دراما تقولي بنتي ما تعرفش الطيب يامي بابا مازال ما طبتهاش باش نقول لكم يامي مي فوالا التحليه ديالي هذه هي جيسبر برك تصلح كيما راكم تشوفوا الطبقات راهم هنا طبقات جاوبين ندير شويه مكياج خفيف باش نحطو لكم سور انستغرام دونك توجور نعاودها نقولها لكم ما تنساوش انكم تبعوني في الانستغرام راح يكون ماشي ماشي ميك اب نو ميك اب مي راح نسي ندير هكا فريمون مكياج خفيف وشباب فوالا دونك ليتس جو هنا قدامي قدامي ماي تليفون وراح ماكيت وتوت اوي تبدل لك لي راج جيسبر برك تقعد كيما كانت علي سي فري تبدلت الفاتشا سي فري قالوا لي ما نزعفش منكم دونك فوالا دور الماكياج اللي كنت درتو وي هاد الغوز اللي مورايا بون مش حيبان هاد الفراغ جو يبان غير كي من هكذا فوالا هادي كنت شريتها من سيت تاع اليكسبريس اون سي جامي حابين تسقسوني
عندنا هنا حريرة مع المعقودة تاع المعقودة نص الغرب السوفلي اللي درتهم أنايا الكيش تاع البارح وهذا الجلبان تاع البارح اللي فضل ماما دارت بيه طاجين الجلبان إلا كاينة لي كريفات مي أنا مناكلهمش فوالا لا دوزيام بلا هو الكريفات مي أنا منحبوش هذا يحيى صحة فطورك يا يا ميرسي إي فوالا صحتكم Voilà, حالتنا الكوزينة ثم العشاء يدور وقت دو ياب كلش نظيف كلش نقي كلش طاب سوبر دوكا خليت الماء شوية في البراد و ناخد تاي طيبو تاي شوية نقول بعد نزل مزيان ونخليه حتى طروازيان فوالا تاي ديالي واجد يدوكا جات لحظة الحاسمة ندوقو إبداعاتي اسكو ناجحة ماشي ناجحة هاكو تعرفو بنينا صحتكم